اللهم لك الحمد بالمحامد كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الشكر على آلائك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في الشدة والرخاء، لك الحمد في العسر واليسر، لك الحمد في الحالين، ولك الشكر في الدارين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم اجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده إلى ما فيه، اللهم وفقه وولي عهده وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه نصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم ظلل بلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعلها مأرزا للمؤمنين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم وعقبهم خيرا يا الله. اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، اللهم أنزل عليهم عاجل الرحمة
اللهم اشف أبدانهم، اللهم ابعث العافية في أجسادهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مكان الدواء، اللهم اجعل مكان الداء دواء ومكان السقم شفاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.